طاب مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة على قناة الموريتانية والتي ستتابعون فيها. رئيس الجمهورية يتفقد منشآت تعليمية وصحية بولاية نواكشوط الشمالية والجنوبية ويعطي تعليماته بتحسين الخدمات. رئيس الجمهورية يؤكد في معرض رده على أسئلة صحفيين أن الوضعية الاقتصادية للبلاد مرضية بفضل محاربة الفساد وعقلنة التسيير. الاجتماع الدوري بين موريتانيا والمانحين ينعقد بالعاصمة لبحث مستوى تقدم النمو الاقتصادي وإيجاد آلية لضمان نجاح مختلف السياسات في مجال الاقتصاد. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز برقية تعزية إلى السيد الحسن وترا رئيس جمهورية الكوت ديفوار إثر سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم إرهابي استهدف يوم الأحد الماضي منتجع باسام الكبير قرب العاصمة أبيجان. كما أدان رئيس الجمهورية بقوة العمل الإرهابي الجبان وأعرب للحكومة والشعب الإيفواريين ولأسر الضحايا عن خالص العزاء وكامل التضامن. تفقد رئيس الجمهورية سيد محمد ولي عبد العزيز صباح اليوم عددا من المنشآت الصحية والتعليمية بولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الجنوبية، وقد أعطى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة تعليماته بتحسين خدمتي الصحة والتعليم وضمان نفاذ لجميع السكان إليهما إسهاما في تعزيز التنمية المستدامة. في محيط الإعدادية رقم 6 بولاية نواكشوط الشمالية اصطف مئات المواطنين لاستقبال رئيس الجمهورية، وهم يحملون صورا مكبرة لسيادته ويرددون عبارات الترحيب والمساندة، فيما اصطف مستقبله من أعضاء الحكومة والسلطات الإدارية والمنتخبة عند بوابة الإعدادية التي شيدت قبل 5 سنوات. وهنا تلقى سيادته شروحا من الطاقم التربوي تضمن الطبيعة ونوعية التجهيزات، بينما حث رئيس الجمهورية الطاقم التربوي على ضرورة العمل بجدية لتحسين مستويات الطلاب بما يخدم مخرجات العملية التربوية عموما. المحطة الثانية من الجولة التفقدية لرئيس الجمهورية كانت المركز الصحي بالقطاع رقم 18 بمقاطعة الرياض في ولاية نواكشوط الجنوبية. هنا حظي سيادته باستقبال جماهيري ورسمي قبل أن يدخل إلى المركز الصحي متجولا في أجنحته ومستفسرا عن طبيعة العمل ومدى إسهامه في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بتحسين خدمة الصحة وضمان نفاذ جميع السكان إليها وتقديم خدمة نوعية لهم إسهاما في إرساء تنمية مستدامة في هذه المنطقة. وغير بعيد من المركز الصحي ودائما في المقطع رقم 18 زار رئيس الجمهورية مدرسة المرحوم سيد المختار اليحيانجاي التي وصلت الأشغال فيها مراحل متقدمة ضمن مجموعة مدارس يجري تشييدها في القطاع. واطلع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على مدى تقدم الأشغال في المدرسة وأعطى تعليماته بضرورة احترام الآجال المحددة في دفتر الالتزامات وتوخي الجودة في الأداء. ويجري تنفيذ مشروع المدرسة من طرف وكالة التنمية الحضرية بغلاف مالي يبلغ أكثر من 127 مليون أوقية على نفقة الدولة الموريتانية. وفي أعقاب هذه الزيارة أدلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز بتصريح أوضح خلاله أن الحوار السياسي ما يزال مطروحا بالطريقة التي طرح بها أصلا، وسيتم التوصل من خلاله بإذن الله إلى النتائج المرجوة. كما أكد رئيس الجمهورية في معرض رده على أسئلة صحفيين أن الوضعية الاقتصادية للبلاد مرضية بفضل محاربة الفساد وعقلنة التسيير. زيارة الدولة في إطار
الزيارات العادية وباتصالات مع المواطنين لإطلاع على مشاكلهم، هذا هو تدريج الإطار. هل تأتي في إطار الرد على ما تقوم به المعارضة في الفترة الأخيرة من خاصة في الداخل وكذلك في الواكشوب؟ ما في رد على المعارضة، المعارضة معارضة وعندها الحق تمشي تجول في الوطن كامل وتمشي فيه، وبطاقة قاع ما عدلتها، بطاقة ما عدلتها. وهي الزيارة اليوم عادية بدينا بها في الأسابيع الماضية، زرنا مشروع الطب مستشفى أمراض القلب ومستشفى أمراض الخاصة بالكبد، وماشيين نزوروا منشآت اللي في الوطن كاملة، ياك نطلعوا على الوضعية اللي هي فيها من أجل تحسين أدائها لمصلحة المواطن الموريتاني، ولا فيها قضية المعارضة ولا فيها الموالاة. شكرا. سيد الرئيس في الفترة الأخيرة هناك غاب الحديث عن الحوار، هل هناك توجه جديد لدى الحكومة في هذا الخصوص؟ هل هذا الغياب هو غياب مقصود؟ يعني لم نعد نسمع عنه أو عن محاولات إغلاقه؟ الصفة اللي كان مطروح به الحوار ما زال مطروح به، وبالتالي فيه اتصالات ما زالت مع ذيك الجماعات اللي معنية بالأمر، اتصال ما زال قائم، وإن شاء الله دور نتوصل إن شاء الله للحوار اللي إن شاء الله بأجال قريبة إن شاء الله. حدث في الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بموريتانيا؟ الاقتصادي وضع جيد، احتسب عنه جيد، ما هو بالنسبة للسنوات الماضية، وهذا على كل حال انعكاس بعض الأمور اللي تتعلق دوليا. الاقتصاد على مستوى العالم كله فيه أزمة، وموريتانيا لا من الدول، أقل من موريتانيا أيضا من الدول اللي تصدت لهذه الوضعية، لأن الحمد لله من خرصوا ميزانيتنا ما فيها أي عجز الحمد لله، وهذا بفضل الإجراءات اللي اتخذنا منذ عدة سنوات، من 5 سنين إلى 6، تقليص المصاريف والتسيير الحسن ومحاربة الفساد، هي اللي جعلتنا اليوم الحمد لله من الدول اللي ما عندها اللي انعكاس هذه الأزمة الاقتصادية العالمية ما كانت متين علينا حتى. في البعض اللي يتكلم عن الأزمة، على كل حال أزمة عالمية ودولية ما سكت منها دولة، غير موريتانيا بفضل العمل المقيم به السنوات الماضية والإجراءات اللي اتخذنا من قبل محاربة الفساد اللي قمنا به كامل، هو اللي جعلنا الحمد لله صدينا لهذه الأزمة الاقتصادية، لأن هذيك هي أزمة اللي واردة، لأن في مواد كاملة اللي نصدره شغل الخارج مثل الحديد والذهب كلها أسعارها انخفضت تماما بحوالي 60 إلى 55%، لولا أن كانت عندنا سياسة محكمة منذ عدة سنين ما نعود بهذه الوضعية الحمد لله. اليوم اللي عندنا ميزانية ما فيها أي عجز. سيد الرئيس، عقب هجوم أكادوغو يجري الحديث عن مجموعة الخمس عندها قوة مشتركة والله تفكير التنسيق مواجهة الإرهاب، شيء عملي وشيء تعليق. هذا المشروع كنا نتحدث عنه سابق، هاي العمليات اللي قام بها في واكادوغو في بعض الدول للأسف، لكن ذاك المشروع ما زال قائم وزين ندرسه إن شاء الله من أجل تكوين قوة اللي لا يتصدى لهذه الأمور كاملة وتساعد إن شاء الله في استتباب الأمن في هذه الدول، ومحاربة أيضا المتاجرة بالمخدرات اللي هي تصب في مصلحة الإرهاب. هذا وقد وصلت الأشغال في مدرسة المرحوم سيد المختار واليحيى نجاي التي تفقدها رئيس الجمهورية صباح اليوم بالقطاع 18 من حي الترحيل، وصلت إلى مراحل متقدمة، بينما يدرس أزيد من 330 تلميذا في إعدادية تجونين رقم 6 منذ 2013. أما المركز الصحي للقطاع 18 بمقاطعة الرياض فيقدم لسكان القطاع أزيد من 30 استشارة طبية خلال اليوم. إعدادية تجنين رقم 6 منشأة تعليمية يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 2013، وتضم 5 أقسام ويدرس بها 335 تلميذا، من بينهم 190 بنتا، يؤطرهم 12 أستاذا و7 مراقبات و3 عمال غير دائمين. وهي منشأة تربوية تقرب خدمة التعليم من سكان أحياء الترحيل بولاية نواكشوط الشمالية.
وبنواكشوط الجنوبية وتحديدا مقاطعة الرياض حي الترحيل للقطاع 18، رغم حداثة الحي فإنه قد توفر على مرفق صحي وضع حجره الأساس سنة 2011 وتم تدشينه في 11 من دجنبر 2013. ويتألف الطاقم الطبي لهذا المركز الصحي المصنف ضمن فئة باء من طبيب رئيس وممرض دولة وقابلتين وأربعة ممرضين اجتماعيين، ويقدم 30 استشارة طبية يوميا لسكان الحي. المركز الصحي بقطاع 18 يتوفر على جناح لتغذية الأطفال وصيدلية ومستودع ومختبر لأخذ عينات الدم وآخر لأمراض الجلد وقاعة للحجز وأخرى للمداومة، هذا بالإضافة إلى مكاتب. منشأة أخرى في نفس المقطع والحي لا تقل أهمية، بل هي المرتكز الأساس لكل تنمية، إنها منشأة تربوية، هي مدرسة المرحوم سيد المختار واليحيى نجاي التي وصلت فيها الأشغال مراحل متقدمة تجاوزت نسبة 80%، وهي ضمن مجموع مدارس يجري تشييدها في القطاع 18 بحي الترحيل. تتألف هذه المدرسة من 16 فصلاً وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 600 تلميذ، ويجري تنفيذ أشغال هذه المدرسة من طرف وكالة التنمية الحضرية، ويزيد غلافها المالي على 127 مليون أوقية على نفقة الدولة. وباكتمال هذه المدرسة سيودع أبناء حي الترحيل القطاع 18 هذه الأكواخ المجاورة للمدرسة، والتي يتلقون فيها الدروس على يد طاقم تدريس يتألف من 14 معلماً وتحت إشراف مفتش قطاع وأربعة مستشارين تربويين. منشآت صحية وتعليمية ينتظر منها أن تقدم الخدمات الضرورية لسكان أحياء الترحيل في ولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الجنوبية. وفي تصريحات لقناة الموريتانية ثمن المواطنون مختلف هذه الإنجازات الهادفة إلى الرفع من المستوى الصحي والتعليمي للفئات الأكثر هشاشة. نتكلم عن الترحيل للعموم، الترحيل إنجاز ذكوى قيم قائم ذات موجود. نحن اليوم نقول في ترحيل إنجاز محمد عبد العزيز، هذا نقول فيه اليوم إنجاز محمد عبد العزيز، ميارتنا نزملوه ونقوموه لا تتابع الامور ما قدش بلاده وحده الانجاز خلق وطليان خلقوا ورامبلات خلقوا باتيك عمل خلقوا والانجاز زين وقيم وذكوه، ولكن ندور المزيد ترحيل ورحلنا من بلاداتنا، كنا في الظلمات وكنا في القبره وكنا في الاهانه وكنا في العذاب، واليوم من قبضنا ودرنا في التراب الزين الطريقه البيضاء، هذا نحمدوه ونثمنوه عندنا بالتراب الزينة، هذا إنجاز محمد عبد العزيز، شاكرين محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، شاكرين على الإنجازات اللي عدلنا ما شاء الله كاملة موضوعات تفكرة متعدلة. وأنا متكلمة عن حي دي ست سيز، يعني ما شاء الله الأمن فينا خالق أرتبار كان أختار دائما قالنا من نوش والكهرباء مالي دياته ياسر منهم قاعد وياسر منهم هو قاعد. طبعا عندنا فهم المدرسة مالي ما شاء الله ما بيها شيء زين، لقد نختاروا بعد المزيد طالبين من المزيد الأمن تبارك الله خير. جي زويتي في عزلة ما عندنا بوتيك أمن ولا عندنا رامبل ولا عندنا الماء، حتى التي وما لحقنا، حتى الماء ما لحقنا، حتى كراه ما لحقنا، وإحنا بلاد منين وفوق شارع المقطع عندوك الإعلام قبال إحنا مطرحة فيهم وفي عزلة بشكل ما يصح. أنا من سكتير سينك حي السعادة وشاكر الرئيس حق عندي ومهمني الانجازات الزينه العملاقه علي بيمين، ما بقى شيء ما وعد ولاني لين احنا ما بقى شيء ما انجع عليه الاطباب وكل شيء، وجزاك الله على ذي كل مدارس ما باقي شيء بطليان، وحتى الناس عادت الدور تلقم الوتات رافدين الحوت هوين وفاب باتيك ولا باقي شيء ما عدلته، جزاك الله خير. هذا وقد أنشئت أحياء ترحيل خلال السنوات الأخيرة للقضاء على السكن العشوائي لتأسيس بيئة سكنية ملائمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. لتغيير صورة نمطية ألفها الوطن والمواطنون طويلا تتمثل في ظاهرة التقري العشوائي المعروفة محليا بالجزرة، جاءت تدخلات الدولة خلال السنوات الماضية للحد من هذه الظاهرة، فتدخلت السلطات المعنية في ولايات نواكشوط بل وحتى في ولايات الداخل.
تدخلات أشرف عليها رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز شخصيا، ما جاءت زياراته لأحياء شعبية عتيقة استوطنها أهلها بشكل عشوائي كالعادة، وصدرت التعليمات بعد الاستماع لمشاكل المواطنين بأن لا مناص من ضرورة استبدال التقري الفوضوي بآخر نظامي لا مكان فيه للفوضوية ولا العشوائية. استصلاح المساحات والأراضي وتخطيطها لتصبح جاهزة لاستقبال المواطنين ممن عمروا طويلا في الأحياء العشوائية شكل حجر الزاوية لتدخلات الدولة في هذا المجال. وبعد عمليات التخطيط ثم التجهيز عملت الجهات المختصة على تقسيم القطع الأرضية على المواطنين، لتبدأ بعد ذلك جهود أخرى لتنظيم السكن ليلائم ما تفرضه حياة المدن من ضرورات العصرنة بعيدا عن العشوائية. ولذلك أنشئت أحياء الترحيل المستصلحة التي أخذت هذه التسمية بعد ترحيل المواطنين إليها من أحياء أخرى تشكلت عشوائيا ولا تتوفر على البنى التحتية والمستلزمات الضرورية للعيش الكريم. على مستوى الولايات الداخلية من الوطن عملت الدولة على محاربة التقري العشوائي من خلال ترحيل سكان القزرات إلى أراضي مستصلحة تم تخطيطها خصيصا لاستقبالهم. ما تم تخطيط الأحياء العشوائية في مدينة واذيبو، ثم أنشئت مدن جديدة تم تخطيطها بشكل عصري ومنظم في روسو والطينطان والشامي. مكافحة السلطات لظاهرة التقري العشوائي في العاصمة وولايات الداخل تعددت أوجهها ووسائلها، فمنحت القطع الأرضية المستصلحة وشقة الطرق، كما تم أيضا ترحيل المخالفين للمساعي الرامية إلى تنظيم وعصرنة وتخطيط الأحياء السكنية. القضاء على ظاهرة التقري العشوائي التي حاربتها الدولة على مدى سنوات وما تزال يتطلب تضافر جهود الجميع من مواطنين وجهات معنية، وإن كان للبعض مآخذ على طرق معالجة المشكلة وسط تسهيل بعض النواقص في ظل إدمان البعض لظاهرة التقري العشوائي، لكن الإجماع على ضرورة معالجة هذه المشكلة بطرق ناجعة يبقى خيارا تمليه الضرورة ويتبناه الجميع. وقد شهدت البنى التحتية عموما والبنى التعليمية بشكل خاص تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في إطار سياسة الحكومة وبرامجها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلد. يحتل قطاع التعليم أهمية بالغة في تنشئة الأجيال وتهيئتهم لضمان مستقبل البلاد عبر السيطرة على المعارف والتقنيات ومختلف العلوم الجديدة ورفع المؤشرات التنموية. اهتمام أدركته الحكومة ودعمته الإرادة السياسية التي تجسدت في إعلان رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز سنة 2015 سنة للتعليم، وهي رسالة تاريخية أعادت للمدرسة بعدها الوطني ورمزيتها وحيويتها، فانصبت جهود الدولة نحو توفير المنشآت والبنايات التعليمية التي أخذت طابعا معماريا حديثا، وتم إصدار التوجيهات بالعمل على ضبط واحترام الخريطة المدرسية والرفع من مكانة المدرس وتطوير وزيادة عدد مؤسسات الامتياز والمدارس النموذجية التي جاء إنشاؤها في السنوات الأخيرة تشجيعا لتنمية المواهب وقدرات الطلاب المتميزين، فضلا عن زيادة مدارس تكوين المعلمين وإنشاء برنامج للمناطق ذات الأولوية في التعليم من أجل ولوج كافة أبناء وطننا للمدارس، وهو ما أسهم كثيرا في محو الفوارق ومحاربة التسرب المدرسي، كما تم تقويم المناهج التربوية والتوقيت المدرسي. هذه الرؤية والإرادة السياسية لتطوير التعليم في بلادنا واكبتها العناية الخاصة من لدى الرئيس الجمهورية بالتعليم، حيث كان الإطلاع على وضعية المدارس وأداء المعلمين واستيعاب التلاميذ إحدى أبرز ملامح الزيارات الميدانية لمناطق عديدة من الوطن، حيث أدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز زيارات تفقد واطلاع للكثير من المؤسسات والمنشآت التعليمية، مما ترك الأثر الإيجابي متابعة وتقويما عبر ما يرافق تلك الزيارات من إجراءات تحقق عصرنة التعليم والتحسين من المردودية التربوية للتلاميذ واستفادة كافة المواطنين في المدن والقرى والأرياف. الجهود المبذولة من طرف الحكومة مكنت بلادنا من تحقيق النفاذ إلى التعليمين الأساسي والثانوي والتحسين من نوعيتهما، حيث أتاح بناء العديد من المنشآت المدرسية تحقيق تطور كبير على مستوى مؤشرات التغطية التي تجاوزت 100% في المرحلة الأساسية.
فحسب آخر الإحصاءات التربوية بلغ عدد المدارس الابتدائية 4189 مدرسة، بينما بلغ عدد التلاميذ 568,898 تلميذا، في حين وصل عدد المعلمين الميدانيين إلى 11,865 معلما، فيما وصلت نسبة التلاميذ الناجحين في مسابقات دخول السنة الأولى إعدادية 55.6%. وضمانا لتحسين مخرجات المنظومة التربوية، عملت الحكومة على توفير كل الآليات التربوية واللوجستية التي توفرها التقنيات الحديثة لتحقيق الشفافية في الامتحانات والمسابقات الوطنية. إمكانيات كبيرة تم توفيرها لضمان النهوض بالتعليم عبر التحسينات، عكست الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتطوير التعليم والتحسين من مردوديته. ويعتبر قطاع الصحة أحد أبرز المجالات التي شهدت تطويراً معتبراً كذلك خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء البنى التحتية الصحية واقتناء الأجهزة الطبية المتطورة. العقل السليم في الجسم السليم حقيقة وعتها السلطات العمومية في البلد، فبادرت منذ عام 2009 إلى جعل الصحة أولوية الأولويات. لم يكن يومها أي وجود لسياسة التمييز الإيجابي النوعي، فكانت فاتحة خير إنشاء مستشفى للأم والطفل بتجهيزات عصرية وتوفير كوادر طبية ومصادر بشرية وجدت لترعى صحة أبناء الحاضر وجيل المستقبل. ولوضع قطيعة نهائية لتسكع مرضانا في الخارج، تم تجهيز المركز الوطني للأنكولوجيا مع اقتناء ما وجد من أجهزة ومخابر علمية ووسائل كشف هي الأحدث استخداما في كبريات عواصم العالم. وعلى مستوى العاصمة دائما تمت توسعة المستشفى الوطني ووضع الحجر الأساس لمستشفى أمراض القلب، ودعمت سياسة لا مركزية ببناء وتجهيز العشرات من المستشفيات الطبية في مقاطعات العاصمة، كما تم التكفل بشكل كلي بالمصابين بمرضى الكلى داخل العاصمة وخارجها. ولم يكن السياسة اتخذت خدمة المواطن نهجا لها أن تقتصر على العاصمة فحسب، فكانت عين الساهر على الداخل، فتم وضع الحجر الأساسي للمستشفى الجهوي بكيفا، ووفرت كامل التجهيزات الطبية للمستشفيات الجهوية بألاق وسيل بابي والنعمة وروسو والقائمة تطول. وعززت هذه السياسة بافتتاح مزيد من مدارس الصحة العمومية بعواصم الولايات الداخلية، ووضعت رقابة حقيقية على إيراد وتسويق الأدوية لضمان جودتها والسهر على صحة المواطن. وعززت هذه الإجراءات العملية بنصوص قانونية ذات ضوابط مهنية. لا مراء في أن النجاح يتحقق بتوفير البنية التحتية والطواقم البشرية، فكان للدولة أن اتخذت على نفسها اكتتاب مئات الممرضين وعشرات الأطباء العاملين والمتخصصين في مختلف المجالات لتدعم الصحة العمومية ببنية صلبة وكوادر من أهل التخصص والتجربة. وعلى هذا الدرب تسير السياسة العامة للصحة لتوصل البلد إلى بر الأمان. من النشاط البرلماني في هذه النشرة، اجتمع مؤتمر الرؤساء صباح اليوم بالجمعية الوطنية تحت رئاسة السيد محمد والبيليل رئيس الجمعية. مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سيد محمد رمين وللشيخ. وخلال الاجتماع طلع مؤتمر الرؤساء على مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تمت دراسته من قبل لجنة مختلطة متساوية الأطراف. كما طلع مؤتمر الرؤساء على مستوى مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي بين الحكومة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته. هذا وكانت الجمعية الوطنية قد شهدت صباح اليوم اجتماع لجنة العدل والداخلية والدفاع برئاسة النائب حبيب اللجاه، وذلك بغية دراسة مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب. ويهدف هذا المشروع إلى سن آلية تشريعية وتنظيمية للتصدي لظاهرة الإرهاب عبر وضع آلية محددة.
مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل سيد إبراهيم ولدادة وعدد من معاونيه. اختتمت في العاصمة صباح اليوم مسابقة الحديث النبوي الشريف التي جرى تنظيمها من قبل محاضر أبي السباع، وقد نال الفائزون في هذه المسابقة جوائز نقدية ومعنوية تشجيعا لهم على المشاركة في هذه المسابقة. شارك في هذه المسابقة 300 طالب من العاصمة نواكشوط إضافة للولايات الداخلية، وترمي هذه المسابقة إلى تكريس فقه الحديث باعتباره ثاني الوحي. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ألقى كلمة أوضح فيها أهمية تنظيم هذه الأنشطة العلمية. إن هذه المسابقات المهمة من شأنها أن تزرع روح التنافس بين جيلنا الصاعد سعيا إلى الإلمام بالحديث الشريف وما يحمله من معاني والضاءة في سبيل بناء مجتمع مستقيم وخال من التعصب والتطرف والانحراف. مدير محاضر عامر أبي السباع أكد أن هذه المسابقة جاءت في إطار تعزيز قدرات الطلاب المعرفية خاصة في مجال الحديث النبوي. إن الحديث النبوي هو ثاني الوحيين، وهو كلام قد زكاه الله جل وعلا في قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو بيان للقرآن لتبين لهم ما نزلهم. وقد فازت بالمرتبة الأولى الطالبة لالة سيد محمد من مقطع الحجار، فيما نال الجوائز الأخرى محمد فال والمحمد الشيخنا وخديجة بنت يعقوب، كما تم منح شهادات تكريمية على المساهمين في إنجاح هذه المسابقة. فعاليات هذا النشاط العلمي تميزت كذلك بتنظيم ندوة علمية حول موطئ الإمام مالك وأثره في المحضرة الشنقيطية وأهمية المذهب عند أهل الفقه وأهل الحديث. بدأت صباح اليوم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أعمال ورشة حول المصادقة على السياسة الوطنية للجودة، ويهدف هذا اللقاء إلى إرساء بنى تحتية فعالة للجودة على المستوى الوطني لتطوير الاقتصاد المحلي والاندماج في الاقتصادات الإقليمية والدولية. تطوير البنية التحتية للجودة في البلاد وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية لولوج الأسواق الغرب أفريقية المشتركة هي محاور بارزة تسعى ورشة المصادقة على وثيقة السياسة الوطنية للجودة في موريتانيا إلى تجسيدها عبر إثراء النقاش حولها واعتمادها كأساس لتطبيق المواصفات القياسية في كافة الإدارات والمؤسسات. لقد بدأ فريق من خبراء برامج دعم نظام الجودة في دول غرب إفريقيا مع مصالحنا الفنية عملية صياغة السياسة الوطنية للجودة في الفترة ما بين 19 و 22 أكتوبر 2015 بجمع البيانات المتعلقة بمجالات الجودة وتنظيم ورشة وطنية ولقاءات مع مختلف الفاعلين في قطاعات وزارية وهيئات عمومية وخصوصية ومجتمع مدني حول كافة جوانب ومكونات البنية التحتية الوطنية للجودة. وعلى إثر هذه اللقاءات تم إعداد الوثيقة التي تعرض اليوم عليكم للمناقشة وإضافة التعديلات والتحسينات الضرورية ومن ثم المصادقة عليها. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد محمد لمين والسيد محمد أكد أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا لترقية الجودة لدورها المحوري في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وبدوره ثمن ممثل الاتحاد الأوروبي السيد بيدرو مارتينيز واركا الجهود الهادفة إلى تطبيق سياسة وطنية للجودة تمشيا مع المعطيات الدولية، الأمر الذي سيساعد في ترقية المنتجات. المشاركون في هذا اللقاء تابعوا عروضا حول وثيقة السياسة الوطنية للجودة سبيلا للمصادقة عليها كوثيقة نهائية تقدم للحكومة ضمانا لترقية نظام الجودة الوطني. مثلت مدينة العيون المحطة الأخيرة في جولة وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لتفقد سير الأشغال في المشاريع التابعة لقطاعه بالحوضين، وقد أكد الوزير خلال هذه الزيارة على ضرورة الإسراع في إكمال المشاريع قيد الإنشاء. تركز اهتمام وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدنا علي والسيدي والجيلاني في مدينة العيون
على متابعة مستوى تقدم الإشغال في عدد من المرافق العمومية التابعة لقطاعه، والأسباب الكامنة وراء تعثر بعض هذه المرافق الخدمية وتأخرها عن موعد التسليم المحدد في دفتر الالتزامات. وداخل ورشات المركز الصحي في مدينة العيون الذي تجري فيه الأشغال منذ مدة، تابع وزير الإسكان عرضاً عن طبيعة العمل وخصائص المشروع والآجال المحددة لإسداء وظائفه للمواطنين، وطالب الوزير القائمين على العمل بالإسراع في إنجاز هذه المنشأة الصحية مع احترام الخصائص الفنية والعمرانية لهذا النوع من المنشآت العمومية. وفي جامعة العلوم الإسلامية عاين وزير الإسكان سير أشغال الترميم في بعض أجنحة هذه المؤسسة والتي يشرف عليها قطاع الإسكان والعمران والإصلاح الترابي، واستمع إلى عرض عن تقدم الأشغال في عمليات الصيانة وإعادة التأهيل. قصر العدالة في العيون ودار الشباب الجديدة والمباني الإدارية والسكنية لحاكم مقاطعة العيون مثلت هي الأخرى محطات بارزة في جولة وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي في مدينة العيون. وفي كل هذه المحطات كان الوزير يؤكد على ضرورة تلافي التأخر في إنجاز هذه المشاريع التي كلفت الدولة أموالا طائلة والتي آن الأوان لإكمالها ولبدء وظائفها الاجتماعية والإدارية. وفي مدينة العيون دائما عاين وزير الإسكان رفقة وزير التهذيب الوطني جانبا من التحضيرات الجارية لانطلاق مشروع للمياه ممول بالتعاون بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فادس، وسيمكن هذا المشروع من حفر 225 بئرا ارتوازية في الحوضين، ويدخل هذا المشروع في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تمكين المواطنين من النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب. تواصل وزيرة الزراعة زيارتها للحوضين وتجانت للإطلاع على حالة المنشآت الزراعية ومتابعة التدخلات المنفذة من طرف القطاع لصالح المزارعين. وفي هذا السياق تفقدت الوزيرة واحة البربارة وسد ريوك الزراعي في بلدية الراضي التابعة لمقاطعة تمشقط. خلال وجودها في ولاية الحوض الغربي طلعت وزيرة الزراعة السيدة لمينة منت القطب اللمامة على وضعية سد ريوغا الزراعي الذي تم إنجازه سنة 2014 من قبل الشركة الوطنية للإصلاح الزراعي تحت المراقبة الفنية لإدارة الإصلاح الريفي. وقد أظهرت هذه الزيارة حاجة هذا السد إلى تدخل لحصر المياه في حوضه الذي يوفر مساحة زراعية تقدر ب 150 هكتار. وبهذا الخصوص أكدت الوزيرة أن القطاع سيفكر في حل هذا المشكل قبل موسم الأمطار موازاة مع الأشغال الجارية في تقوية هذا السد الذي يوفر فرصا عديدة في مجال الزراعة المطرية. واحة البربارة كانت من بين المحطات المزورة في ولاية الحوض الغربي، حيث باشرت وزيرة الزراعة تدخلا للقطاع لفائدة رابطة التسيير التشاركي بهذه الواحة يتمثل في إنجاز بئر ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة تصل إلى 22 متر مكعب من الماء في الساعة. وبهذه الواحة تنتعش زراعة الخضروات تحت النخيل، حيث يصل منتوجها السنوي إلى أزيد من 200 طن. وفي مختلف الحدائق المزورة تم الحرص على الاستماع إلى طلبات المزارعين وحثهم على العمل والإنتاج وطمأنتهم بأن الدولة ستواكبهم في جميع مراحل العملية الزراعية. هذه الواحة تنتج مئات الأطنان وتبيعها في عدة مناطق خارج الولاية اللي هي ولاية تمشي لولاية الحوض الشرقي، خصوصا منطقة تنبتقى والعوينات مع تغطية الجميع الولايات. تعاونيتنا قال لها العون من ناحية الماء حافها يؤدل لها لو ما ناترين لها الماء شوفتي وهو من طرمني له وهي رأيها إله وطنة كدي. وتحظى واحات النخيل ببلدة البربارة بدعم من برنامج التنمية المستديمة للواحات يتمثل في توفير المضخات ووحدات الري وجميع المدخلات الزراعية والتكوين في مجال التسيير والتخطيط والتقويم والمتابعة.
من ولاية الحوض الغربي إلى ولاية العصابة، حيث اختتمت وزيرة البيطرة زيارتها من مدينة كيفا بالاطلاع على بعض المواقع التابعة لقطاعها شملت سوق الماشية بالمدينة. كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع السلطات الإدارية والمصالح التابعة لها البيطرية لتدارس سبل الكفيلة للنهوض بهذا القطاع. زيارة وزيرة البيطرة لكيفا عاصمة ولاية العصابة تميزت باطلاعها على أحوال المنمين بسوق الماشية بالمدينة. هنا أجرت الوزيرة اتصالات مباشرة مع المعنيين بالثروة الحيوانية، حيث استمعت إلى المشاكل المطروحة على هؤلاء المواطنين، ووعدت بدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها حسب الإمكانات المتوفرة للقطاع. وفي جانب آخر من زيارتها الميدانية، وقفت الوزيرة فاطمة فال من تصوينع على مسرخة المدينة العصرية وعاينت الطرق المتبعة في النحر ومعالجة وتسويق اللحوم الحمراء، وهي فرصة استمعت فيها إلى التحديات التي يعانيها أهل الماشية وخاصة الجزارين. كما احتل سوق البقر الذي تسيره البلدية مكانة هامة من هذه الزيارة، التي مكنت من التعرف عن قرب على معظم المعوقات التي تحول دون النهوض بقطاع الثروة الحيوانية. احنا اليوم قمنا بزيارة البعض من المرافق الحيوية المتعلقة بأسواق الحيوان وأماكن الذبح، مرافقة السلطات الإدارية السيد الوالي والمعنيين والمنتخبون، وطلعنا على واقعهم وشفنا الوضعية اللي يشتغلوا بها ولاحظنا بعض من النواقص. إن شاء الله في إطار برمجة الوزارة في تنظيم المنشآت الحيوية كامل المتعلقة بوزارة البيطرة، ندور ونشوف إن شاء الله الهالية نقدر نرفعوا بها ذوك التحديات اللي متعرضة لها هذه المرافق العمومية خدمة للمواطنين وتسهيل وتقريب الخدمات لهم المناسبة. وزيرة البيطرة اختتمت نشاطاتها بعقد اجتماع مع السلطات الإدارية والبلدية والمصالح البيطرية في ولاية العصابة، كرس لتبادل الآراء حول السياسة المتبعة من قبل القطاع. إذن مشاهدينا الكرام، عودة إلى العاصمة، حيث انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من جائزة المرحوم يحيى والحامد، وتضمنت الفعاليات استعراض المراحل التي مرت بها المسابقة وفرز أسماء المتفوقين بالمستويين الجامعي والثانوي. للموسم الخامس على التوالي تواصل جائزة المرحوم يحيى والحامد في مجال الرياضيات بثها روح التميز والإبداع بين طلاب الشعب الرياضية والفنية من خلال مسابقة مهنية شفافة وبإشراف لجنة علمية من كبار أساتذة الرياضيات وطنيا ودوليا. واليوم ناصية العلم ومفتاح العلم الرياضيات والتكنولوجيا والابتكار، وإذا احنا عندنا فيه عجز حقيقي، عجز بنيوي، مازلنا عندنا هواية أدبية تقليدية ومناخ عائلي وأسري يطغى على التوجهات العامة. ما عندنا مشكلة التوجيه على المستوى الإعدادية، إما الناس الرياضيات قاع يسمها ما هو فاهم قاع هي نتيجة شنهي باللي يساولوا الرياضيات شنهي، لكن الرياضيات هي حقيقة مفتاح للعالم بعد القرن 21 جاي، أساس مفتاحه الرياضيات. النسخة الخامسة من هذه المسابقة شهدت زيادة عدد المشاركين، كما تميزت بمشاركة الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى التابعة للمدرسة العليا متعددة التقنيات، وتوجت بتوزيع الجوائز على المتفوقين فيها. الأمين العام لترقية الرياضيات في موريتانيا الأستاذ سيدي محمد والكابر أكد في كلمته ضرورة تبوء العلوم الرياضية مكانتها البارزة في المنظومة التربوية باعتبارها أحد مرتكزات التنمية في شتى المجالات. أما ممثل سفارة فرنسا في بلادنا فقد ثمن تنظيم هذه المسابقة باعتبارها إحياء وتخليدا لأحد رواد الرياضيات في العالم وأول مختص بدرجة الامتياز في المجال بموريتانيا، إضافة إلى كون هذه الاحتفالية تشجيعا لطلاب العلوم الرياضية. مسابقة علمية بمعايير مهنية يراد لها إحياء ثقافة الاكتشاف والإبداع بين الطلاب والباحثين وتعزيز العلوم الرياضية بتطبيقاتها المختلفة في منظومتنا التعليمية، سيرا على نهج الراحل يحيى والحامد سبيلا إلى خلق نماذج بشرية قادرة على الصعود نحو العالمية لتحقيق مراتب علمية دولية في المجال الرياضي.
إلى ولاية غرغل، حيث تفقدت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية رفقة وزير البيئة والتنمية المستدامة بعض المعالم التاريخية بمنطقة جيجني تابعة لمركز الكصيبة الإداري. ويأتي تفقد الوفد الوزاري لهذه المواقع في الوقت الذي يجري فيه العمل لإدراجها على لائحة التراث الوطني. إلى موقع جينجي التاريخي وصل الوفد الوزاري المكون من وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية السيدة هند بنت عينينا ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي كامارا. في هذا الضريح يرقد الشيخ سليمان بل مؤسس حركة الماميات، وغير بعيد عنه تنتصب شجرة تذكارية ارتبطت عبر الزمن بتاريخ الفارس والأمير سامبا جالاديجي. الموقعان كانا موضع زيارة تثمين ستكون خطوة في سبيل إدراج المنطقة على لائحة التراث الوطني. هنا هي معالم أساسية، هي قبر الإمام الشيخ سليمان بل اللي هو رحمة الله علينا وعليه، يدوم تحكي الأسطورة الشعبية عنها، كان يقعد فيها تحت يدرك تحتها عن هذه المنطقة كاملة تاريخها وتراثها، وما في إطار تثميننا للتاريخ لا مادي كامل، لأن التراث ما هو لا حد إنه الآثار المعمارية فيهم واللي الآثار الثقافية اللي أساس تثمينها والاعتبارها وتسجيلها كتراث وطني وكتراث عالمي به اللي يتكون الشخصية المعنوية للمجتمع. وزير البيئة والتنمية المستدامة أعرب عن سعادته بالزيارة التي تترجم العناية التي توليها الدولة للمجال الطبيعي ولإحياء التراث الثقافي على عموم الوطن. سكان المنطقة استقبلوا الوفد الوزاري بحماس كبير وأدوا رقصات فلكلورية عكست الفرح وكرم الضيافة كجزء من طبيعة المجتمع، كما ثمنوا المساعي التي تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بهذا المخزون الثقافي التاريخي. نعمشي هذا الوفد، هذا الموقع الهام ثقافي اللي مثل جزء كبير من تراث موريتان، لا يصبح إن شاء الله عنده لفتة كبيرة ولا يدخل من الباب الواسع في تاريخ موريتاني. إذا شاكرين السيدة الوزيرة على هذه اللفتة، وشاكرين الحكومة لإحياء التراث وخاصة هذه المنطقة اللي حافلة بالتاريخ والرجال العظماء. عمدة بلدية الكصيبة نوه بالخطوة التي تترجم اهتمام السلطات بساكنة المنطقة، كما أكد رئيس منظمة غير حكومية مهتمة بتاريخ المنطقة على ضرورة الإسراع في إجراءات التصنيف ليكون فرصة للتعريف بهذا الإرث التاريخي الهام. موقع جينجي شاهد على ملاحم ما زالت خالدة في الذاكرة الجماعية لساكنة المنطقة، ما يمنحه أهمية كبرى في برامج الدولة الهادفة إلى إحياء تراث البلد وانتشال رموز حضارته التلدة من غياهب النسيان. نعود مجددا إلى نواكشوط، حيث اجتمعت صباح اليوم بمباني وزارة الاقتصاد والمالية لجنة متابعة الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. ويهدف هذا الاجتماع الدوري إلى متابعة وتنسيق الملفات الاقتصادية والمالية. متابعة وتنسيق الملفات الاقتصادية والمالية والالتقاء بالمانحين والشركاء في التنمية أهم نقطتين على جدول أعمال الاجتماع الدوري للجنة متابعة الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد والكمبو رحب بالمانحين وممثلي مؤسسات التمويل، وأكد على أهمية هذا اللقاء وضرورة البحث مع الشركاء أنجع الطرق لوضع آلية مناسبة لإنجاح الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. اللجنة الفنية استعرضت تقريرها المتضمن أهداف الاستراتيجية ومجالات تدخلات المانحين والمشاريع قيد الإنجاز وتلك المكتملة. ممثلو الهيئات المانحة تحدثوا عن ظروف الاستثمار ومجالات تدخل هيئاتهم، كما طالت المداخلات مدى تقدم الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية في البلد. هذا الاجتماع يدخل في إطار الاجتماعات الدورية اللي بين الدولة والمانحين وشركاء الدولة في التنمية، ويهدف إلى وضع آلية للتنسيق والمتابعة بين الدولة وشركائها في التنمية فيما يتعلق بالملفات الاستراتيجية التي تتعلق باستراتيجية التنموية الاقتصادية والمالية والاجتماعية. هناك تبادل وتنسيق دائم بين الدولة
الوزارات المعنية والمانحين والشركاء في التنمية حول أنجع السبل ووضع آلية من أجل تبادل الآراء ومن أجل يعني نجاح الاستراتيجيات التنموية في البلد. في إطار الاحتفالات المخلدة للعيد الدولي للمرأة، نظم فريق مبادرات المناصرة من أجل المشاركة السياسية للنساء مساء أمس بالعاصمة طاولة مستديرة تحت عنوان أين من المناصفة مع الرجل؟ وقد حاولت المنظمات عبر هذه التظاهرة تسليط الضوء على واقع مشاركة المرأة وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها. اعتمدت الأمسية على جملة من المداخلات قدمتها رائدات في مجالات مختلفة، استعرضنا خلالها تجاربهن التي جاءت حافلة بنماذج للتضحية والصبر والمثابرة من أجل النهوض بمشاركة المرأة سبيلا لتحقيق التنمية الشاملة. جرت وقائع التظاهرة بحضور عدد من النشاطات من الناشطات في المجتمع المدني والنقابات. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى القالية متعة مرشين لتقديم النشرة الاقتصادية. شكرا لك بتمت اليدالي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. نبدأ نشرتنا الاقتصادية بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. فتح بنك أوف تشاينا أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية فرعاً إقليمياً له في مدينة الدار البيضاء المغربية لمواكبة الشركات الصينية في إفريقيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والصين. وأقام ممثلو بنك أوف تشاينا الذي يعد الأقدم في الصين حفلاً في مدينة الدار البيضاء للإعلان عن الافتتاح الرسمي للفرع بحضور مسؤولين مغاربة. وسيتمحور دور فرع الدار البيضاء حول ثلاث مهام، أولها مواكبة ودعم استراتيجية التنمية للشركات الصينية في إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، ويتمثل الهدف الثاني في تمكين الشركات المغربية من خبرات وعلاقات البنك بالسوق الصينية بهدف تعزيز التبادل التجاري مع الصين، إضافة إلى هدف استراتيجي ثالث هو المشاركة في تمويل المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، إذ بلغ حجم التجارة بين الجانبين 220 مليار دولار في العام 2014. أما حجم التمويلات العمومية الصينية في إفريقيا فقدر ب 75 مليار دولار ما بين 2000 و 2011. عقد وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا لحل أزمة في بروكسل لبحث مقترحات لمساعدة القطاعات الزراعية التي تواجه صعوبات. وقدمت الدول الأعضاء 100 مقترح للاجتماع بهدف مساعدة القطاعات الأكثر تأثرا. ومارست عدة دول وفي مقدمتها فرنسا ضغوطا للحصول على إجراءات أوروبية جديدة لمواجهة الأزمة التي يشهدها القطاع. ولما تكفي خطة طارئة اعتمدت قبل 6 أشهر في إنعاش المزارعين الأوروبيين الذين يواجهون أثر انهيار أسعار الحليب واللحم ولحم الخنزير في ظرف يتميز بتراجع الطلب وحظر استيراد روسي يدفعون ثمنه. نصت تدابير قانونية جديدة أصدرتها وزارة الخزانة البريطانية على إمكانية إحالة مسيري البنوك في المملكة المتحدة إلى السجن في حال ارتكبوا أخطاء من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس بنوكهم. وتأتي هذه التدابير ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحميل المصرفيين مسؤولية مباشرة عن أي تقصير محتمل من أجل تجنب ما حدث في لندن خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وبموجب هذه التدابير سيحكم على مدير البنك أو المؤسسة المالية الكبيرة بالسجن مدة 7 سنوات في حال ثبت أنه اتخذ قرارا أدى إلى إفلاس المؤسسة أو أنه كان يدرك أن
القرار يتضمن خطرا قد يؤدي إلى الإفلاس. ارتفعت مبيعات تحالف رينو نيسان بنسبة قدرها 2% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل مبيعاتها القياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا. وحافظت المبيعات الإجمالية لرابع أكبر مجموعة سيارات في العالم على ثباتها، والتي تشمل مجموعة رينو نيسان وتوفازا الروسية. سجلت توفازا الروسية تراجعا بلغت نسبته 31.5%، ويعود السبب في هذا التراجع إلى المعاناة الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الروسية. ويملك تحالف رينو نيسان معظم أسهم أوتوفاز من خلال اتفاقية تعاون سبق أن وقعها مع شركة روستك الحكومية. انخفضت الأسهم اليابانية في الصباح الباكر اليوم في بورصة طوكيو، فيما أثر الين الياباني القوي على المصدرين. تكبدت أسعار النفط خسائر فادحة بعد أن استبعدت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام خفض إنتاجها المحلي، في حين كشفت بيانات الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية تنامي المخزونات الأمريكية. وهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.9%، وهت أسهم شركة سوزوكي موتو بنسبة 1.6%. ونتابع فيما يلي أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا، نهاية النشرة الاقتصادية، عودة إلى بتم تليدالي وباقي فقرات النشرة. إلى اللقاء. شكرا القالية. نستكمل بقية النشرة بفتح صفحة الأنباء الدولية، حيث شيع مئات الفلسطينيين في مدينة الخليل اليوم جثماني شهيدين سقطا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس قرب مستوطنة في مدينة الخليل. وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 شبان فلسطينيين بزعم تنفيذهم هجوما ضد أهداف إسرائيلية أدى إلى إصابة 3 جنود بجروح طفيفة. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن أكثر من 200 فلسطيني استشهدوا منذ أكتوبر الماضي في عمليات تم أغلبها خلال محاولات طعن ودهس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين. تتواصل بالعاصمة السويسرية جنيف جولة جديدة من المفاوضات حول سوريا، وذلك تزامنا مع مغادرة أول سرب من الطائرات العسكرية الروسية الأراضي السورية غداة الإعلان المفاجئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب القسم الأكبر من قواته هناك. وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تناقش هاتفيا مع بوتين حول الانسحاب الجزئي للقوات الروسية الذي أعلنه الكرملين. مشاهدينا الكرام، الآن تنضم إلينا منى محمد في تقديم نشرة الرياضة. شكرا لبتة وأهلا بكم. أكد مدرب المنتخب الوطني للشباب الفرنسي فاناس روتيرو أنه يتابع عن كثب جميع اللاعبين الوطنيين الشباب في دوري درجة أولى وثانية على حد السواء. وأوضح المدرب في تصريح إعلامي له أنه قام بجولة في بعض المناطق الداخلية رفقة مساعديه، حيث أبانت له تلك الزيارة عن عدد من المواهب التي تستحق التواجد في المنتخب الوطني للشباب. وحول تصفية كأس أمم إفريقيا للشباب والمواجهة المقبلة أمام المنتخب الجزائري مطلع شهر إبريل القادم ضمن ذهاب الدور الأول من التصفيات، أكد المدرب أنه تابع
الكثير من مباريات المنتخب المنافس، مضيفا أن المنتخب الوطني للشباب أصبح جاهزا لتلك المواجهة، ومشيرا في ختام تصريحه إلى أن معسكر المرابطون الشباب الأخير بتونس كان ناجحا، وذلك لأنه حقق الأهداف المرجوة منه، وهي تجربة اللاعبين والاستفادة من الاحتكاك بمنتخب لديه خبرة كبيرة في مجال المستديرة. رغم خسارة ناديه أمام فريق الأقصر بثلاثة أهداف لهدف في ختام الجولة 18 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم، فإن مهاجم فريق الوئام مختار بالا ما زال يتربع على قائمة هداف البطولة برصيد 15 هدف، ويليه في الترتيب زميله في ذات النادي اللاعب نيانغ مالك وذلك برصيد 10 أهداف، وفي المركز الثالث ضمن قائمة هداف الدوري المحلي لكرة القدم يتواجد مهاجم نادي الشرطة باه خالدو بذات الرصيد، أما في المركز الرابع فيحل مهاجم عميد أندية كرة القدم الوطنية فريق الأقصر اللاعب بكر والسالم الملقب بيجيلي وذلك برصيد 9 أهداف، سجل 3 منها في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه بفريق الوئام والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، وبرصيد 8 أهداف يتواجد كل من دار يالي جارا يالي من نادي تفرق زينة والكوري حمودي من نادي اف سين واذيبو وماما نيانس من نفس الفريق وعلي الشيخ الفلاني من فريق تفرق زينة وشقران عبد الله من تجوجا، فيما يمتلك اللاعب عبد الرحمن سي الملقب بيبي 6 أهداف ضمن رصيد هداف الدوري حتى الآن. أعلنت الاتحادية الموريتانية لتنس الطاولة عن إطلاق موسمها الرياضي الذي يشمل دوري مفتوح دوريا مفتوحا للناشئين بمناسبة اليوم الوطني للرياضة، يقام يوم السبت 2 إبريل الساعة 5 بدار الشباب القديمة، والبطولة الوطنية وكأس رئيس الجمهورية اللذين سيقامان في الفترة من فاتح يونيو إلى غاية نهاية يوليو. كما أعلنت ذات الاتحادية عن بدء التحضير للمشاركة في منافسة البطولة العربية لتنس الطاولة التي ستقام في تونس خلال شهر أغسطس القادم. وأكد المدير الفني لهذه الاتحادية السيد ديسل كول أحمد عن استقبال جميع الناشئين من عشرة إلى سبعة عشر سنة في تدريبات مفتوحة بدار الشباب القديمة، وذلك يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 7:30 مساء. نهاية جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على حسن المتابعة وعودة بعد الفاصل إلى بتة. شكرا منى. إذا مشاهدينا الكرام نختم ساعة من الأخبار تابعتموها على قناة الموريتانية بالتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يتفقد منشآت تعليمية وصحية بولاية نواكشوط الشمالية والجنوبية ويعطي تعليماته بتحسين الخدمات. رئيس الجمهورية يؤكد في معرض رده على أسئلة صحفيين أن الوضعية الاقتصادية للبلاد مرضية بفضل محاربة الفساد وعقلنة التسيير. الاجتماع الدوري بين موريتانيا والمانحين ينعقد بالعاصمة لبحث مستوى تقدم النمو الاقتصادي وإيجاد آلية لضمان نجاح مختلف السياسات في مجال الاقتصاد. مشاهدينا الكرام نعود لنلقاكم في نشرة إخبارية أخيرة لهذا اليوم عند منتصف الليل، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله.